السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار في شوية نصايح أنا عايز أديها لأي حد بيدور على بيت في أندونيسيا، سواء بقى إيجار أو تمليك، مش هتفرق. الكلام اللي أنا هقوله ده بيمشي على جميع البيوت في جميع المدن في أندونيسيا، سواء كانت مدينة كبيرة أو صغيرة. في نقط كده لازم إن أنت تاخد بالك منها. طبعا بالنسبة للتمليك، أنا كنت شرحت قبل كده قصة التمليك، إن الأجنبي ما ينفعش إن هو يتملك، وإن هو بياخد حق انتفاع، وان انت لو عايز ان انت تتملك بيت ويبقى بتاعك، الافضل ان انت يكون عندك شركة وتشتري باسم الشركة، لان الاجنبي لما بيشتري بياخد حق انتفاع، ما بياخدش حق تمليك. المهم، النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها دي، اول نقطة واهم نقطة، هي الكهرباء. الكهرباء في اندونيسيا بتلاقي عندهم في البيوت عاملين نظام شرايح، بمعنى علشان اقرب لك الموضوع اكتر، اعتبر ان هي كأنها زي باقة نت. الكهرباء اللي داخلة للبيت بتشغل عدد اجهزة معينة، فممكن مثلا بيت تيجي انت تأجره وتلاقي ان هو فيه تكييف، تلاقي فيه اوضة تانية حر وعايز ان انت تشتري تكييف تاني، رحت اشتريت التكييف وركبته، جيت تشغل التكييف، الكهرباء عملت قفلة. ده بقى بيكون سببه ايه؟ ان انت لازم قبل ما تشتري البيت او قبل ما تأجر البيت، لازم ان انت تكون عارف ايه الاجهزة اللي انت هتشغلها، والكهرباء تقدر تشغل كم جهاز. فممكن بيت زي ما قلت لك يشغل تكييف واحد بس، وده سببه ان المالك واخد شريحة معينة من شركة الكهرباء، الشريحة دي تشغل تكييف فقط، ما ينفعش ان انت تشغل اتنين تكييف في نفس الوقت. واحد تاني الكهرباء تكون ان هي تشغل مثلا تلفزيون وتشغل تكييف وتشغل موتور المية بس، لو جبت مثلا تلاجة ولا غسالة والجهد بتاعها عالي شوية، تلاقي ان الايه الدنيا برضو تعمل قفلة. طبعا انا مش اخصائي في الكهرباء عشان اقدر اشرح لكم بالمصطلحات بتاعت الكهرباء، بس انا يعني بحاول ان انا اقرب لك الصورة. اعتبرها ان هي زي باقة النت، عندك مثلا 20 جيجا طول الشهر، ال 20 جيجا دول بقى تقسمهم على موبايل، كل ما عدد الاجهزه تكتر، عندك موبايل مثلا، موبايل هيمشي بال 20 جيجا، عندك بقى 10 لابتوب و10 موبايلات، ال 20 جيجا هيخلصوا في يوم. فالكهرباء نفس الموضوع. فلو انت من نوع الناس اللي لازم ان انت تجيب تكييف في كل اوضه، تحتاج اجهزه الكترونيه كتير، هتجيب بقى اكتر من تلفزيون، كل اوضه فيها تلفزيون مثلا وتكييف، نوع التلاجة اللي انت هتجيبها، الغسالة بتفرق طبعا ان هي فول اوتوماتيك ولا هاف اوتوماتيك اللي هي اللي بتتفتح من فوق. كل الحاجات دي لازم ان انت تسأل صاحب البيت قبل ما تأجر، تعرف الكهرباء اللي موجودة في البيت كام واقصى جهد قد ايه، وتقول له مثلا انا عايز اجيب هشتري تكييف وحطه، او هجيب مثلا تلاجتين، او هشتري كذا، هل ينفع ولا ما ينفعش، علشان ما تشتريش وتلاقي ان الموضوع حصل فيه مشكلة بعد كده، ولاحظ ان المالك مش هيغير الكهرباء علشانك. يعني ما تتخيلش مثلا ان انت عشان اجرت منه سنة ولا سنتين هيقوم هو مغير نظام الكهرباء ويدفع فلوس، لان هي بفلوس، ويزود الساعة بتاعت الكهرباء علشان خاطرك. هو بيبص لان انت راجل جاي هتقعد سنة ولا سنتين وهتمشي بعد كده، فانا ايه اللي يخليني ان انا عالي، خصوصا في المدن. طبعا المدن الصغيره والقرى الصغيره قليل اللي بتلاقيه بيستخدم تكييف، التلاجه بيختاروا تلاجه صغيره بيكون الحمل بتاعها قليل، الغسالات مش كله بيجيب فول اوتوماتيك، بيجيبوا غسالات هاف اوتوماتيك اللي هي اللي بتتفتح من فوق، التلفزيونات نفس الموضوع، ممكن هو يكون تلفزيون واحد فقط، فبتلاقي استخدامهم للكهرباء واحتياجهم للكهرباء قليل غير السائح. ممكن السائح ان هو يكون استخدامه للكهرباء اكتر، فدي نقطة مهمة جدا، لازم ان انت لما تيجي تأجر البيت تسأل على موضوع الكهرباء. وطبعا العدادات بتاعت الكهرباء بتكون بالكارت، انت اول كل شهر بتروح بتدفع، تروح اي محل بتدفع، شوف مثلا هتشحن ب100 ب200 ب300 ايا مكان الرقم، بتاخد منه كارت وبتحط الرقم جوه العداد بيوصل لك الكهرباء. طبعا النظام ده معروف في دول عربية كتير، بس انا برضو ايه بدي لك فكرة، لان ممكن حد يكون بيتفرج على الفيديو وما يعرفش النظام ده، او ما يعرفش ازاي ان هو يشحن العداد، ده بيبقى شحنه زي شحن الموبايل بالظبط. فتكلفة الكهرباء بتبقى برضو على حسب استخدامك. في البيوت القديمة جدا 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 هي اللي فيها النظام القديم اللي هو فاتورة بقى، اللي هي الشهر يخلص وبعد ما الشهر يخلص تروح انت تدفع
لشركة الكهرباء، إنما 95% من البيوت أو يمكن أكتر كمان بتلاقيها إن هي عداد مسبق الدفع، أنت بتشحن العداد قبل ما بتستخدم الكهرباء. بالنسبة للمية، أغلب المية اللي أنت هتلاقيها في البيوت مياه أبار، يكون مركب موتور مية وبير جنب البيت وهو بيسحب المية من البير ده. المية دي مش للشرب، يعني أنت ما تشربش من مية الحنفية، لازم المية تشتري مية معدنية. المية المعدنية رخيصة ومتوفرة وموجود منها أكتر من نوع بجميع الأحجام، حتى الكوباية، يعني ممكن تلاقي إن أنت تشتري كوباية مية معدنية. فتعمل حسابك برضو إن المية كده أنت هتدفع لها مرتين، المية اللي هي نازلة من الحنفية دي ليها بقى فاتورة، لو في لو المية جاية من الحكومة هتدفع فاتورة، لو مش جاية من الحكومة وشغال بموتور مية يبقى كده تكلفة المية بتتحمل على الكهرباء، لأن الموتور ده شغال بالكهرباء، زائد طبعا المية المعدنية دي بقى بتاعت الشرب. في نقطة كمان بالنسبة للمية، البيوت زي ما قلت لكم في بيوت بيوصل لها مية من الحكومة، وفي بقى في المدن الصغيرة وفي القرى الصغيرة بيكونوا معتمدين على مية الآبار. جميل. فلو افترضنا ان واحد جاي يتجوز واحدة وهي عايشة في مدينة صغيرة او عايشة في قرية، والقرية مثلا مش لاقيين بيت فيه مية جاية من الحكومة، ففي الحالة دي هتاخد بيت هيكون فيه مطور، المطور ده بياخد مية من البير، مش هتعرف ان انت تشغل غسالة على المية دي، لازم ان الغسالة هتكون محتاجة خزان مية، فهتضطر ان انت تركب خزان مية. فهمت الفكرة عاملة ازاي؟ المية هتيجي من البير عن طريق الموتور، هتوصل لخزان المية، بعد كده هتقوم واصلة للغسالة. ليه؟ لأن القرية أو المنطقة اللي انت مأجر فيها الحكومة مش موصلة مية فيها، أو المية اللي بتوصل ضعيفة أو بتقطع، فما ينفعش ان الغسالة تبقى شغالة والمية تقطع. ففايدة الخزان ان هو بيخزن المية علشان تفضل الغسالة شغالة في أي وقت، وقت ما انت عايز تشغلها براحتك. طبعا في بيوت كتير فيها خزانات، بس انا مش عايز واحد ان هو يتحط يقع في مشكلة ان هو جا وفرحان واجر بيت ونسى موضوع الخزان ده وجاي يشتري غسالة، فلقى الموقف ده حصل معايا، لان في احد المتابعين كلمني في الموضوع ده، فانا حبيت ان انا اشرح لكم النقطة دي. طبعا بطبيعة الحال كل لما المكان يكون فقير، كل لما القرية تكون صغيرة وفقيرة، او كل لما المدينة تكون صغيرة، كل لما الخدمات تقل، كل لما تلاقي ان اصحاب البيوت بيستخدموا كهرباء قليلة، لان طبعا ما بيجيبوش اجهزة كتير، كل لما بتلاقيهم انهم ما بيعتمدوش على مية من الحكومة، بيعتمدوا على المية بتاعت الابار، كل واحد مركب موتور. الايجار بتاع البيوت بيدفع يا اما سنوي يا اما شهري، يعني عندهم نظام ان انت تدفع تأجر بالسنة وتأجر بالشهر. في مبلغ بيتدفع اسمه ده بيبقى السيرفيس، اللي هو بتاع الزبالة بتاع الاصلاحات. في المناطق الشعبية بتلاقي فيه واحد زي شيخ الحارة كده اسمه ارتي، الراجل ده بيلم فلوس من جميع البيوت، سواء بقى انت مالك او مستأجر، في مبلغ شهري انت لازم تدفعه للراجل ده. الفلوس دي بيتعمل بيها ايه؟ بتدفع لواحد علشان ان هو يجي يشيل الزبالة من قدام البيوت، لا قدر الله مثلا في حاجة اتكسرت في الشارع بيصلحوها، محتاج ان انت تسفلت حاجة بتتعمل، فالفلوس دي بتتصرف على الشارع او على الحي او على العمارة لو ان انت في مبنى. فلما بتيجي تأجر اسأل برضو على مبلغ السيرفيس، لان المبلغ ده بيختلف بقى من مدينة للتانية، وفي بيوت بيقول لك بقى انت بتدفع بالمتر، يعني يقول لك انت المبلغ اللي بتدفعه للزبالة والحاجات دي بنحسبوه بالمتر، شوف انت مساحة بيتك قد ايه واضرب 100 متر مثلا، اضرب في 100 وهو ده الرقم اللي انت لازم ان انت تدفعه للسيرفيس. وفي اماكن تانية بتدفع 40,000 روبية، 35,000 روبية، اكتر او اقل. طبعا الرقم زي ما قلت لك بيختلف من شارع للتاني، مش من مدينة للتانية، بيختلف من شارع للتاني، لانه الراجل اللي هو شيخ الحارة ده او المسؤول اللي هو بيلم الفلوس بتاعت السيرفيس هو ده اللي بيكون متحكم في القصة، والمبلغ لازم تدفعه. فقبل ما تأجر لازم ان انت تعرف هتدفع كام، حتى لو هتتملك. فانا بقول لك على المصاريف اللي انت هتدفعها حتى لو كنت ملك، وما ينفعش تقول ان انا مش عايز، لازم ان انت تدفع. طبعا البيوت في اندونيسيا اغلبها بيكون السقف خشب، حلو، فلازم ان انت تتأكد من حالة البيت، من عمر البيت، من جودته، لان لو اي حاجة حصلت
العرف بيقول ان انت اللي بتدفع، انت اللي بتصلح، يعني المالك بيأجر لك البيت وملوش دعوة. حاجة حصلت بقى ان شاء الله لو بعديها بساعة، حاجة حصلت انت اللي بتدفع، انت المستأجر، انت المسؤول ان انت تصلحها. مفيش بقى نظام تعالى صلح لي المية، تعالى مش عارف السقف وقع، تعالى صلحهولي. فلازم ان انت تتأكد من جودة البيت كويس جدا، وكل ما البيت يكون جديد كل ما طبعا حالته بتكون افضل. زي ما قلت لكم البيوت هي شبه البيوت الامريكاني شويه، معموله بخشب، وعلشان كده وبمناسبه الامطار لازم ان انت تتاكد من الفيضان. لازم ان انت البيت اللي انت هتاخده سواء بقى في قريه في مدينه ايا مكان، لازم البيت يكون عالي، يعني يكون مرتفع عن الشارع شويه، والمدخل بتاعه يكون فيه انحناء او ميل كده بحيث ان الميه ما تجريش جوه البيت، لان الشتاء هنا غير الشتاء اللي موجود في الدول العربيه، غير الشتاء اللي انت شفته في حياتك خالص. الشتاء هنا ممكن تحس ان هي جرادل بتتكب، مش مطر طبيعي، وممكن هو يقعد بالسبع ساعات وبالثمان ساعات عادي، تشتي طول السنه عادي. يعني السنه دي ما بطلتش شتاء، يعني هي لسه، شوف احنا المفروض احنا في عز الصيف دلوقتي، هي لسه كانت بتشتي من ساعتين بالظبط. فلا قدر الله لو في شوية مية دخلت البيت هتعمل لك مشكلة، وكذلك السقف. تأكد ان السقف مفيش اي تسريب بيحصل منه، لان في بعض البيوت بتلاقي في مية ممكن هي تنزل من السقف. وزي ما قلت لك الشتاء كتير، هو لو كان مثلا حبة مطر صغيرين كنت قلت لك مش مشكلة، مش قصة، انما ده ممكن يبهدل لك الدنيا كلها، يعني لان المية لو دخلت بتبقى مية كتير، وفي شوارع بقى بيحصل فيها فيضان. يعني انت كمان اسأل الجيران، حاول ان انت تعرف المنطقة او الشارع، هل وقت المطر بيحصل فيضان ولا في صرف في الشارع المية بتجري على طول. هو المفروض ان هم بيعملوا زي قنوات لتصريف الامطار بتبقى على الجانبين، والشارع بيتعمل بميل معين بحيث ان المية بتنزل تجري على طول، ما بتلاقيش المية بتعمل بركة. بس بعض الشوارع في بعض المناطق بتلاقيها ان هي بتعمل بركة، دي طبعا بتبقى قصة مشكلة بقى، خصوصا لو البيت زي ما قلت لك ان هو مش مرتفع عن الشارع، فبتلاقي كل المية بقى اللي بتتحوش، المية اللي بتنزل من كل البيوت بتقوم ايه جري عليك. فهي دي النقط اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها قبل ما تأجروا اي بيت. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.